ماذا بينا زيد وين يقوم متعوب هاي سي سابر تفضل خواص متعوب تفضل كان ديفيرينس اسمك كان ديفيرينس البريد تكفل به هذا الرافعه المتحركه اللي مين مود الكونستيتيون هذه مدوتياج كبير وفما امكانيه اذا فما عرض تلقائي لا لا سؤال تابع الدوله كما تصرفوا على طول فتصرفوا على سؤال فهمت على السؤال اللي وجولها للبريفي باش يجي يطلع رافعه وطول ما فهمت لا تعطيها زوز رافعه حضروا الارضيه فليك ما فما حق شيء احنا نطلعوا نعرفوا ونزيد نعطيك حاجه اخرى سيد ولي مسؤول باش تحب تطلع فلايك بالاخص الفلايك الكبار هاك نجي نطلع في طولبه يقول لي برمشي لبلادك في طولبه يطردني طولبي نمشي المستير باش نطلع بالرافعه زاد عندها رافعه 250 ترناطه نلقى جماعه القنطاوي مطلعين اللي يهزوا في التوريست في الصيف وياخذ البلاصه اربع شهور يكروها يعني ما تلقاش وين تطلع يعني فلوتك يزي محلو يضرب فيها في وسط الواد هنا يا برونا وجي حتى باش تعمل لها ترتيع نتاعها ما تلقاهاش بالعام ونص يعني مليار واش مليار واش حاج لحظه بقى المجبر الحل اللي راه انا تو حاليا اللي ينجم في ظرف جمعتين يبدا يخدم نخدموا المجبر نعملوا طري تجيب لابيب طري باش نبداو من الجمعه الجايه ونطلبوا من لابيب دخل في الدراسه حوض الرافعه ونوريك شنو جابت لابيب ودي حب تمشي الكلام نتاعك من الثلاث سنين التالي نوريولك شريو الكرو مكسر وملوح في ست اشهر هذه ما يطلعش في ست اشهور يدقق ما يطلعش خاطر عاملين له اعجال صغيره نعملوا حاجه شركة. اذا كان نعملوا حاجه اسمعوني اذا كان تو اما لابيب والا خواص اذا الخواص ابجل من لابيب والا لابيب نعملوا مجبد نخدموا المجبد اللي عندنا خاطر عندنا منين نطلعوا ونعملوا حاجه منظمه وتخدم مده عام عامين حتى لين تكمل الدراسة ونعمل حوض ونعمل الجروت 250 ترنات ماذا بينا على الحلول لوجو على حل حتى الفليكات الصغار مش احنا الكبار احنا باقي نمدو نمشيو للفليك البرات خويا الصغيره طري وشريو الطري هنا لبخ حديد غادي يوم ني با فونكيونيل علاش حتى كان هو يخدم لانه فما طريق ما نجموش نقص الطريق فهمني حديد طلع فوق غادي منه ولينا طلبنا من كيد اللي كان تراكتور ينجم يجبد به تعهد شكون لك راه ثلاث سنين من الواحد لواحد تبدلوا فيه ما مشي حتى مشروعه ما خدمش تري ما خدمش تري علاش وقت اللي عملنا الكلوتور هذيك جبدنا بالتري قرينا له حسابه وبنينا على التروتوار هذه يقول لي خطر زاد انا ابوندوني تري على خاطر الطريق باش يقول لا با ابوندوني قرينا له حسابه احنا كابيب احنا هنا ابوندوني تري على خاطر وقت يجي باش يطلع الفلوكة راهو الطريق هذا كله باش تقلكم على قدام عندك مشكل الشوا اللي عملناه هو تراكتور وطلبنا من الخواك وكرينا ديجا الخواك وتعهد باش يوفر تراكتور ويوفر تري يوفر اش عنده من العام الحكاية ثلاث سنين وما صار حتى شيء اسمعني برك مش يجيب التراكتور يا ولدي كيما تري سكر القياس كيما تري غادي ممكن الموضوع لا 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 نعمل بارتي على فيك تري فيك كل اخر كابل يجي على يجي واحد باش يعدي جيبونا التراكتور ماشي مش من فما اذا كان يحب يخدم بالله سامحوني خدت اسمعني ناس ما بعدنا بربي دقيقة قولوا البيبيجي له ناس بضيعوا موجودين الرئيس وسام اللي عندهم النقاد احنا طور انا باش نشوفوا سور تيران شوا وبعد غادي باش نشوفوا المجال نتاع الرافعة نشوفوا المجالات الكل باش كي نحكيو في الجلسة احنا طور شو نعملوا
البارتي الاولى نعملوها كان على سيد وبعد كملنا الباقي الاخرين. السيد الوالي، السيد الوالي سامحني كيف قاطعكم، راهو احنا جينا معنا بي دي جي نتاع لوناس، جينا في مواضيع كلير نحبوا ناخذوا حاجات، كي نضيعوا الوقت في هذايا خلينا نعمل جلسه هنا خذينا بعض المواضيع ها جماعه لابيب معنا، كي نضيعوا باش نخسروا الاخر راهو ما نضيعوا شيء. اي خلينا نعملوا كل حاجه موضوع اخطب، هذا مش معنا شكون مش فهمت، خاطر هذا مش تابع الجري بي دي جي تاع لوناس مش تابعها، دونك باش نضيعوا احنا اللي فينا اي مش فرد اي كونكسيون مجال الرفع، شوفوا مجال الرفع، شوفوا الإمكانية نتاع مجال الرفع.